هم من صنعوا الأمس، بدل التراب رمموا البلد بشلال من دمائهم. أعطونا درسا في الحياة عنوانه أن النصر الذي احتفلنا به اليوم في عيده ما هو إلا ذكرى كتبها التاريخ بإمضاء لأسماء رجال ونساء كنا من رحم أخت الرجال. يا شهيد العلا ورمز الفدائي، لك مني تحية البسلاء. أنزلوك التراب من غير مسم، ولك اليوم أشرف الأسماء. ماتل فيك ناطق بلسان صمت، بادئ وأنت طير الخفاء. كم يزور اليتيم قبرك ظنا، أن تكون الآخ الحبيب النائي. جمعتكم بك الأماني، فأصبحت لهم مبعث الأسى والعزاء. يا مثال يضم كل الضحايا في سبيل الفخار والعلياء. إنك لا ترى على وجه الجزائر أي شيخوخة ولا تجعيدة تبدي لك أن الزمان مر من هنا. أرادوا أن يوهموننا أن الثقافة والحضارة فاتتنا بسنين طويلة، كما أرادوا أن يكيدوا بالجزائر الجميلة كيوسف حين كاد به إخوته، لكن الله غصبا أرادها عزيزة بجيل صنع التاريخ بعد أن أرادوه خارج هذا التاريخ، فخلق نوفمبر آخر في شهر مارس. كان الإسلام غريبا قبل إسلام عمر بن الخطاب، وكانت الجزائر في العشر سنوات الأخيرة غريبة حتى خرج هذا الجيل، منهم الجاهل والمثقف، العامل والمتقاعد، الغني والفقير، العامل والبسيط، المشهور وغير المعروف، متساوون كأسنان المشط ينشدون جزائر العزة والكرامة. فتنحت الغربة عن وجه الجزائر، فتحية للجزائر التي عادت جبارة عزيزة كقبل وأكثر، وتحية للثورة التي لا تأخذ إجازة من هذا الوطن. Come on!
manifester, pourquoi venir manifester aujourd'hui pour notre dignité et pour essayer de redonner un tout petit peu d'espoir au peuple algérien. On s'est tu durant plusieurs années, on s'est dit que cette fois-ci, ça va être la dernière fois. Et c'est pour cela que nous nous révoltons encore aujourd'hui après cette annonce pour dire que le 25 avril, au-delà, ça ne nous intéresse pas. Ok, jusqu'au 25, au-delà, non.
أبوك وراني